بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا يعني أن الله أو إن الله لا يؤاخذ الناس بما خطر في أذهانهم؟ طبعا الأخ يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: عفي لأمتي ما حدثت به نفسها، ما لم تعمل ما لم تقل. ثم قال السائل: بما خطر في أذهانهم أو بما في قلوبهم ما داموا لم يفعلوا ولم ينطقوا به، هل المقصود خواطر كالكذب أو السرقة أم خواطر في ذات الله؟ نعم أخي في الله، الأمر عام، فهذا من رحمة الله بنا أن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فبالتالي هناك وسوسة من شر الوسواس الخناس. فأكرمنا الله عز وجل بأن عفى عنا بما خطر في قلوبنا من غير أن نعمل، بمعنى من غير أن نتقصد. فأعطيك مثالا على ذلك. مثلا إنسان خطر في باله والعياذ بالله الزنا، وقلبه توجه ورغب بالزنا، لكنه هذا الرغبة جاهدها ورفضها ولم ينتبه ولم يصو ذهنه لها، فهذا عبارة عن خاطر نفس وخاطر قلب وحديث نفس، فمعفي عنه. بينما إذا تقصد أن يرى زانية أو أن يتقصد أن يفعل بزانية فهذا عمل. عفي لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل ما لم تقل. فهذا المثال إن شاء الله يوضح لك المسألة. والأمر عام حتى في مسائل الاعتقاد، فأي شيء في الاعتقاد يأتي على القلب وهذا القلب يتحرك، فمباشرة تستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت إلى ما في القلب. وبالتالي بهذه الصورة يحفظك الله عز وجل من كل سوء. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. والقلب الطيب مباشرة يستنكر هذه الأمور، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيفما يشاء. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. كلام طويل طبعا، لكن نختصر ونعتصر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والسلام عليكم ورحمة الله.